ضمن سعيها الهادف إلى تطوير كوادرها وبإشراف ومتابعة من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع، افتتحت المديرية العامة للعقود والمبيعات صف دراسي لغرض إقامة الدورات التطويرية والحتمية وورش العمل لمنتسبي المديرية من الضباط والمراتب، وجعلهم مطلعين على التطور الحاصل في مجال إبرام العقود والمبيعات. ضمن توجيهات السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد الأمين العام المحترم والخاصة بتطوير إمكانية الكوادر العاملة ضمن المديرية العامة للعقود والمبيعات، بادرت مديريتنا بفتح صف دراسي لغرض إشراك المنتسبين من الموظفين المدنيين والعسكريين في دورات تطويرية وأساسية وإقامة ورش عمل مختلفة في مجال اختصاصنا التعاقدي، والاستفادة من خبرات السادة المدراء ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العقود بإلقاء المحاضرات المختلفة في هذا المجال. وتسعى مديرية العقود والمبيعات إلى الاعتماد على كوادرها المختصة في إلقاء المحاضرات ونقل هذه الخبرات إلى العسكريين والمدنيين لديمومة استمرار العمل في المديرية العامة، فضلا عن فتح آفاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المختصة والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية لتطوير عمل المديرية. تقيم المديرية العامة للعقود والمبيعات مديرية عقود لعاشة ورشة عمل بعنوان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الرقم 2 لسنة 2014 وتعديلاتها، ضمن توجيهات السيد الأمين العام المحترم السيد جبار ثجيل الحيدري وبرعاية السيد زيد إصطام جواد مدير عام العقود والمبيعات. الغاية من الدورة الاطلاع على كافة التعديلات اللي تجرى على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وآلية العمل وتنفيذ العقد ومتابعة. ضمن توجيهات السيد الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل مطلق الحيدري المحترم وبرعاية السيد زيد سطام المحترم، مديرية عقود الإعاشة شكلت دورة ورشة عمل بعنوان تعليمات تنفيذ الحكومية الرقم 2 لسنة 2014 وتعديلاتها، فاستغلينا موضوع الصف الدراسي الجديد وقمنا دورات حسب التوجيهات اللي جتنا لبغية الوصول إلى أرقى مستويات للموظفين والمنتسبين العاملين في مديرية عقود الإعاشة.